نكمل الجزء الثاني من الأمثلة. هسه هنا عندنا مثال 99.65 هي نسبة وزنية من الحديد و 35 اللي يهمني 5.35 نسبة من النسبة وزنية من الكربون. سبيكة عند جست بلو، إذن درجة الحرارة اللي أريد عدها حساباتي وعند توجد هذه المطالب جست بلو ذا يوتكتوي ديتيرمن ذا فلوين ذا أمونت أوف توتال فيرايت أند سيمنتايت فيس كيسز، كمية الكلية من الفرايت والسيمنتايت. ذا أمونت العفو أوف برويوتكتويد فرايت والبيرلايت، هذا المطلب الثاني اللي حكيناه بالمثال الثاني السابق. وعد ذا أمونت أوف يوتكتويد فرايت، فحتى أحل هذا هيك السؤال أجي أروح للرسم، أرسم الرسم هذا و شريت هسه هو 0.35، اذا الرسم المثال مالت الثاني ها واضح، ارسم هذا الرسم وهسه هذه مكان ما سي واحد صارت 0.35. زين مطالب مالتي وين اريتها؟ في نقطة اف جاست بلو يوتكتويد تمبشر، اذا المطالب مالتي وين؟ في نقطة اف، واجي شنو الاطوار اللي عندي موجودة وشنو اللي يريد المطالب. هسه اروح اجي اشوف المطلوب في حل السؤال، كمية السمنتايت والفرايت الكلية، حتى أطلع كمية السمنتايت والفرايت الكلية أروح لقاعدة العتلة، بما أنه قال لي الكلية إذا الحدود مالتي شنو؟ 6.7 و 0.022 لأنه أريد الكلية، هذه حددتها، والكومبوزيشن أنا معطيك إياه 0.35، إذا حتى أطلع السمنتايت راح أقول 0.35 ناقص 0.022 وتساوي لي 5% هذا السمنتايت، وكمية الفرايت هي 6.7 على ناقص 0.022 وبالبسط هي 6.7 ناقص 0.35، طلعت كمية السمنتايت والفرايت الكلية. المطلب الثاني كمية البرويوتكتويد فرايت اند بيرلايت، البرويوتكتويد فرايت اقصد بيه اللي يتكون فوق خط اليوتكتويد، حتى اطلع هذا الشيء حسبناه مثل ما حسبناه بالامثله السابقه انه الحدود هنا راح تتحول عندي مكان ما 6.7 الى حدود اليوتكتويد، اذا 0.76 ناقص 0.022 وهنا 0.76 ناقص 0.35 حتى اطلع شنو هذا؟ برو يوتكتويد الفا ويطلع لي 56 واضح. اما البيرلايت حتى احسبه نفس المقام والمعطاة تركيز المعطى ناقص 0.22 في 100 ويساوي لي 44%، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث يريد كمية الفا فرايت، كمية الفا يوتكتويد فرايت، حتى احسب الفا فرايت انا عندي توتال وعندي مسبق، عند التوتال الكلي وعندي المسبق اللي يتكون فوق خط اليوتكتويد، اذا اماونت اوف يوتكتويد الفا يساوي للتوتال ناقص البرو يوتكتويد الفا، 95 ناقص 56 اذا هو 39 هو كميه اليوتكتويد فرايت، واضح. هيك الامثله تحل. هنا اجي على هذا المثال، هسه هنا عندي مخطط هو تيتانيوم نيكل، هذا المخطط فيس دايجرام يحتوي على تفاعلات ثابتة، هذه تفاعلات موضحة أدنى. أوجد أو أنسر ذا كويسشن، يريد أدى مطالب أنه تحل. واحد رايد ذا انفيرينت رياكشن ذات أكورد ديورينج ستوكولينج أوف ذا تيتانيوم نيكل ألوي ثرو إيتش بوينت، أول شيء يريد عندك التفاعلات عند كل نقطة اللي تحدث اللي أنت تشوفه عنده تبريد، عند معاملة التبريد البطيء من يتورد شنو يصير عندي، سمي هذه التفاعلات، هذه التفاعلات نسميها عند كل نقطة ونطي تركيز الكومبوزيشن ونطي درجة حرارة. والمطلب الثالث سيت اند كولكوليت، احسب النسبة الوزنية للأطوار الموجودة عند 80% نسبة وزنية تيتانيوم و 1100 درجة سليزية، حتى أحل هيك مثال خلي المخطط قدامي، هذا المخطط زين، هذا المخطط بين من وبين من قلنا؟ تيتانيوم
تيتانيوم نيكل. هذا هو تيتانيوم نيكل. اول شيء الاطوار طبعا مو كلها موجوده، هذه يعني خليناها كانه هوم وورك، يعني مثلا هذا الطور هذا الطور هذا الطور، هذه الاطوار شنو اللي موجوده، ومنطي بس الاطوار يعني المفرده، واحنا نعرف شلون نطلع الاطوار الثانويه. يعني مثلا لو اطلع هذا الطور الثانوي هو ليكويد زائد النيكل، واضح؟ واي طور ثاني مثلا هذا الطور اللي هو صاير بين النيكل بيور وتي اي ان اي 3 الكومباوند، فهو تي اي ان اي 3 زائد نيكل، وهكذا لبقيه المناطق اللي تارك. فحتى اجي اطلع التفاعلات اسميها اجي على نقطه نقطه. فمثلا شنو اللي تلاحظ؟ اول شيء احنا المعادلات لازم حافظين مالت بالجدول اللي هنا سبع تفاعلات، حتى اعرف يا معادله تنطبق هنا حتى اقول هذا هذا نوع الرياكشن. فمثلا هذا عند هذه النقطه مثلا بيتا تيتانيوم هو سوليد يتحول لمن؟ هذا الفا، وهذا شنو هنا؟ هذا الطور هو تي اي 2 ان اي، اذا سوليد 1 يتحول الى سوليد 2 زائد سوليد 3. اذا هذا يا تفاعل ينطبق هنا، هذا ينطبق الى اليوتكتويد. بس قبل ما هذا قبل ما اسمي اليوتكتويد اول شيء اعرف التمبتشر ايش قد، نعطيها 765، وايش قد الكومبوزيشن، ايش قد الكومبوزيشن، اجي اسقطها واشوف ايش قد، واضح؟ خلينا نشوف السوليوشن. هذا حل، طبعا هذا حل اي وبي، مطلوب اي وبي. فعند ال 5.5 انتبه، عند ال 5.5 هذا سقطت درجة حرارة معطاة 765 درجة سليزية، عندي بيتا يتحول إلى ألفا زائدا تي اي 2 ان اي، إذا هذا ينطبق أقول عليه معادلة اليوتكتويد ريش. وأستمر أتبع المخطط نقطة نقطة، وين راح ألقى مثلا؟ أشوف هذه النقطة اللي هي شنو هنا عندي؟ هذا ليكويد فوق، وهنا عندي عندي هنا عندي عندي بيتا، هذا الطور طبعا قلنا تاركه هو بيتا زائد تي اي 2 ان اي، فعندي ليكويد يتحول الى سوليد 1 زائد سوليد 2 هو يوتكتيك رياكشن. فحتى اقول عليه هذا الرياكشن راح اقول عند الكومبوزيشن 27، شلون جبتها؟ سقطت 27.9 ودرجه حراره ايش قد؟ 942. المعادله شنو؟ ليكويد يتحول الى بيتا زائد تي اي 2 انا واسميه يوتكتويد ريكشن. استمر، يعني استمر اتحرك على المخطط، اتحرك على المخطط. فلو نلاحظ عند هذه النقطة، عند هذه النقطة اجي اسقط او ابدا اشوف شنو هذه الاطوار اللي عندي، هذا الطور هو ليكويد وهذا الطور هو تي اي انا، اذا هذا الطور بيناتهم هو مجموعهم، واضح؟ مجموعهم. فهذا يتحول لي الى سوليد جديد، اذا ليكويد زائد سوليد 1 يتحول لي الى سوليد 2. اتذكر المعادله اللي اخذناها وتنطبق هنا، راح اقول هذا هو اذا تفاعل باراتكتيك رياكشن. قبل ما اكتب التفاعل اجي عندي يا درجه حراره وعندي يا كومبوزيشن، اسقط هذا اسقطه في تقريبا 37، عند 37.8 نسبه وزنيه بالنسبه للنيكل، بالنسبة للنيكل لأنه احنا دا نتحرك في الاتجاه هذا، بالنسبة للنيكل وعند درجة حرارة ايش قد معطاة؟ 968. إذا عندي ليكويد زائد تي اي ان اي يتحول إلى تي اي 2 ان اي، إذا هذا هو باراتكتيك ريأكشن. أستمر بالمخطط أشوف إذا أكو بعد هنا، أكو بهذه مثلا نقطة، قبل ما أروح لهذه النقطة عندي هذه النقطة، انتبه عليها، هذه ما مبينه بس انتبه عليها، لأنه عندك هنا اكو تفاعل، هنا عندك تي اي ان اي، وهنا شنو عندي هذا الجوه؟ هذا هاي المساحة الصغيرة هي عبارة تي اي ان اي 3 زائد تي اي 2 ان اي، إذا سوليد 1 يتحول إلى سوليد 2 زائد سوليد 3، وهذا هو اليوتكتويد تمبتشر. أقول ايش قد الكومبوزيشن مالتي؟ إذا هو 54، شلون 54؟ سقطت فتقريبا 54.5 ودرجة حرارة جت 630. تي اي ان اي تحول الى تي اي 2 ان اي زائد تي اي ان اي 3، هذا كومباوند، وهذا هو يوتكتويد رياكشن. استمر بالمتابعة المخطط الرياكشنات اللي عندي،
هذه النقطة واضحة لأنه هنا عندي ليكويد ويتحول إلى سوليد واحد زائدا سوليد 2، إذن هذا هو تفاعل اليوتكتيك. فأسقط شقد؟ هذا شقد أسقطه؟ 65 64، والتمبشر عندك معلومة 1118، وراح نشوف التفاعل شلون كاتبه. إذن تفاعل 6 65.7، نسبة وزنية من النيكل 1118 درجة حرارة، ليكويد يتحول إلى سوليد واحد زائدا سوليد 2، إذن هذا يوتكتيك ريأكشن. واستمر بالمخطط التفاعل الأخير، أكو عندي هذا التفاعل الأخير اللي هو أيضا نفس السابق، أنه عندي ليكويد يتحول إلى هذه المنطقة، هذه المنطقة جاية جمع بين تي آي إن آي 3 زائدا إن آي بيور، فعندي أيضا تفاعل يوتكتيك من درجة حرارة. نشوف ايش قد درجة الحرارة اللي معطات، إذا ما معطات نسقطها هنا ونطلعها ايش قد. فعندي ليكويد عند 86.1 1304، ليكويد يتحول إلى سوليد 1 زائد سوليد 2، وهذا هو اليوتكتيك ريأكشن. هذه المطلبين الـ A والـ B هو هذا حلهم. زين، انتبه المطلب C، انتبه عليه. المطلب سي يقول عند درجة حرارة، عند بيرسنتج العفو 80، انتبه النسبة الوزنية 80 تيتانيوم و1100 كربون، شنو الأطوار اللي موجودة عندك واحسب لي اياها. عند ال 80 نسبة وزنية تيتانيوم، انتبه ما تحسب اتجاه النيكل، يعني مو هذه ال 80 لأن يعني هذه تابعة للنيكل، التيتانيوم 100% هذا، فال 80 مالته هي هذه، هذه انتبه. عند درجة حرارة 1100، هذه عند ال 1100 شنو الأطوار اللي موجودة عندك؟ هذه الأطوار اللي موجودة عندي هي ليكويد، عندي بيتا وهذا الطور اللي هو ليكويد، بيتا وليكويد. أجي أسقط وأحسب الكومبوزيشن مالتي. أنا منطيك الـ 80، منطين مثلا 80 نسبة وزنية، فأنت تريد تحسب على 80 أو تريد تحسب على 20، شوف هو حاسب على 20، واضح؟ اما تحسب على 20 او تحسب على 8، يعني لو قلت هنا 20 اذا تحسب هذه هنا ايش قد وهنا ايش قد المخطط، او اذا تقول لا هاي 80 اذا تحسب هذه 90، العفو تحسب هذه 90 وهذه 70 وتشتغل، واضح؟ بس النسبه اللي حددناها هو هذه عند ال 1100، اسوي اطلع الاطوار هي الفا العفو بيتا زائدا ليكويد، واجي احسب بقاعده العتله مجرد تسقيط حتى تجي صحيحه. الكومبوزيشن اللي اعطيتك اياها اني هي 20 او تقول 80 اذا انت حسبت باتجاه النيكل، اخذتها 20، هذه 24.5 و 9.2، هذا يبقى ثابت المقام، وقاعده العتله اطبقها اقول 20 ناقص 9.2 70.59 هي نسبه الليكويد، وبالنسبه للبيتا هي 24.5 ناقص 20 29.4، مجموعهم المفروض يطلع لي 100%. هذا كل ما يخص الأمثلة الخاصة بالفيز دايجرام اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة. شكرا جزيلا طلاب، أتمنى يعني تقرون المحاضرات، وإذا أكو سؤال دزوا لي.